النهاردة كمان كان في طبعا نعي من قبل السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية للفنانة الراحلة رجاء الجداوي اللي وفاتها المنية متأثرة بإصابتها بكورونا. قالت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي والتي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا من الأعمال الفنية الراقية والصادقة والتي ستبقى باقية وخالدة في وجداننا وفي ذاكرتنا للأبد. وتابعت انتصار السيسي: رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي وتغمدها بواسع رحمته. ربنا يرحم رجاء الجداوي. لازم كمان نأكد أنه رجاء الجداوي النهاردة في رحلها كان في رسالة نعي للمجتمع المصري ولجمهورها في أنحاء الوطن العربي من قبل السفارة البريطانية على لسان المتحدثة باسم الشرق الأوسط، وأيضا من قبل السفارة الأمريكية في يعني تغطية لمحطات وقفت فيها رجاء الجداوي ثابتة في حياتها، من أهمها المحطة الأخيرة، محطة ما قبل الرحيل وتحديها لفيروس كورونا. الحقيقة أنه ده جذب انتباه الصحافة والإعلام أيضا، ليس فقط العربي ولكن الدولي. رجاء الجداوي النهاردة رحلت وهي تاركة تاريخا حافلا وثراء في العطاء الفني على كافة المستويات السينمائية والدرامية والمسرحية. طبعا رحلة كبيرة جدا، صعب ان احنا نرصدها في دقائق، محتاجة لساعات، ولكن كانت هذه الرحلة جاذبة لكل الإعلام ليس فقط العربي ولكن الدولي أيضا النهاردة في رحلة.